سلام البنات، اليوم شاركت معكم تيراميسو بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف وسهله بمقادير اللي اي وحده تقدر ديرهم وطريقه مبسطه. يلا نوريكم الطريقه ديالو مع بعضياتنا. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو غنقطعوا معكم باش تشوفوا لا تيكستور ديالو وتشوفوا كيفاش خرج وتشوفوا الديتاي ديالو باش يكون ناجح ليكم وتوجدوا بواحد السرعه اللي ما تحسوش بالوقت. اول حاجه بسم الله، دابا غادي نبداو نقادو السيرو ديالنا. هنايا عندي تقريبا شي نص سيترو ديال الماء ولا جوج كيسان ديال الماء، وغادي نزيدو فيهم ثلاثه المعالق ديال السنيده زائد ثلاثه المعالق ديال النسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان اللي كانت عندكم زيدوها. المرحله الاولى هي تخلطوا هادشي مزيان بحال هكا بالتراب اليدوي حتى تحسوا بلا الخليط انسجم مع بعضياتو. عاد ديك الساعه غادي ندوزو ليطاب الثانيه، ولكن هاد المرحله الاولى ديال الخليط يتخلط مع بعضياتو مهمه بزاف بزاف في التيراميسو. هذه طريقه ديال السيرو صحيحه ديالو. دابا غادي نديرو فوق العافيه وغادي نبقى نحرك فيه حتى نحس بديك السنيده والقهوه دابو ليا مزيان مزيان. عاد غادي نحيد الفوي ديالي، غير هو في الدقيقه الاولى وداكشي بقى يحداها وعطيها شويه ديال الخاطره، ما تشوش بزاف ديال الوقت حتى غادي تطلع لينا بحال هكا بحال الغليه بهذه الطريقه اللي تديرو. وغادي تحيدوها من ديك الكاسرونه اللي سخونه وغادي ديروها في شي حاجه عندكم اللي ما تكونش ديجا سخونه قبل. انا حطيتها في الجنب. الا كنتي انت مزروبه بالسيرو ديالك تقدري فاش تخويها في ديك البول ولا شي حاجه تحطيها في الثلاجه ولا في الفريغو ديك 5 دقائق ولا شي حاجه على ما تبرد لك. هنايا باش غادي نصاوبوا لا كريم اللي غادي نستعملوا في التيراميسو ديالنا، درت كيف ما علبه ديال الجبن، اي جبن انت بغيتي اللي ما تيكونش منتسم لا بثومه لا حتى شي حاجه، وزدت عليها بواطه ديال الماسكاربون. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا الجبن يقدروا يديروا جوج بواطه ديال الماسكاربون. والماسكاربون واخا تيكون زايد شويه في الثمن، ولكن راه كاين اللي الثمن ديالو غالي، كاين الثمن ديالو متوسط، كاين اللي الثمن ديالو شويه بين وبين. وزدت تقريبا نص سيترو ديال لاكريم فريش، لاكريم ديال الحلوه ماشي لاكريم ديال الطياب. ودابا غادي نبدا نخلط هاد لي زانغغيديون كلهم مع بعضياتهم مع جوج ساشيات ديال الفاني اللي غادي نزيدهم. دابا هذاك الفاني اختياري، تقدروا تزيدوه تقدروا ما تزيدوش، ولا كان تعجبكم بزاف لوغو ديال الفاني تقدروا تكثروا شويه من هاد جوج ديال الساشيات. من بعد ما نسجم لينا داكشي كامل اللي درناه دورناه بالسباتول ولا بهادشي اللي عندكم نتوما تدوروا به تخلطوا به حتى ينسجم لينا مزيان، عاد هزوا الطراب الكهربائي. ودابا غتبقاو تطربوا بهذه الطريقه هادي حتى غادي تحسوا بديك لا كريم صافي طلعت لينا. ولكن حاولوا ما تطربوش بزاف بزاف باش ما تولوش ديك لا كريم قاصحه، باش فاش تجيو تاكلوها تحسوا بها موالو فوم ديالكم، زعما تحسوا بها بحال كيفاش نشرحها لكم، تحسوا بها بحال ماشي شي حاجه اللي قاصحه كريمه ثقيله قاصحه، تحسوا بها شويه خفيفه ولكن ماشي ديك خفيفه غاد المجرجره. فهموني موت، نتمنى تكونوا فهمتوني، تجي شاده ولكن ماشي ديك شاده بزاف بزاف. والفرق ما بين الماسكاربون والجبن هو الماسكاربون تيكون شويه ثقيل على الجبن وكونسونطري. هنايا دابا غادي نبداو نهزو هادشي كيف ما شفتو التكستور ديال لا كريم ديالنا بهذه الطريقه خصنا نحصلوا عليها، وراه ساهله وما تاخذش لينا بزاف ديال الوقت. اي كريم تقدروا ديروها ديال الحلوه راه تخرج لكم نفس الريزولتا. ودابا غادي نبقاو نديروها في بوش. الا ما كانش عندكم بوش تقدروا تصغناو عليه تخدموها غير بالمعلقه ولا بالسباتيل ولا شي حاجه. من بعد السيرو ديالنا ما برد وتاكدي مزيان مزيان بلا السيرو ديالنا برد، غادي تهزوا هاد لي بودوار وعادي تحطوا حداهم داك السيرو، وغادي تحطوا حداكم الطاوة وعاد لا كريم ديك الجهه بهاد السيفه خصكم تستفوا. انا غادي نوريكم علاش. تقدروا تخدموا بيديكم بفرشيطه بهذا اللي بغيتو، كل واحد وشنو تيبغي. ها نتوما تهزوا داك البودوار تديروه في السيرو تتخشيوه في الطاوه نيشان، بهذه الطريقه تجيكم خدمه نقيه وتجيكم سهله. دائما في الكوزينه ومن غير واش تعرفي ولا ما تعرفيش اللي تسهل عليك الخدمه تعطيك لونفي والحاجه تقدر تصدق لك اكثر من واخا تكوني معلمه، هي النظام في الماكله. حقاش الماكله تحتاج بواحد شويه ديال النظام وواحد شويه ديال الخاطر، وواحد يدخل بلا عنده النيه بلا ديك الحاجه غادي تصدق ليه وربي راه ما تيخيبوش. المهم صافي دابا غادي نبداو نهزو ديك البودوار ديالنا نديروها في السيرو من بعد ما يكون بارد، وغادي نبداو نحطوه بهذه الطريقه اللي تتشوفوا فيها دابا. غير حطوا هذيك البودوار
وهزوها في البلاصة، ما تخليوها لا دقيقة لا خمسة ثواني لا والو، هزوها من هنا حطوها من هنا ومن هنا وحطوها في الطاوة ديالكم. ودابا غادي نبداو نحطو لاكريم بهذا الشكل هذا اللي تتشوفوا فيها دابا. وكيف ما قلت لكم قبيلة، الا ما كانش عندكم البوش تقدروا تستغناو عليه، ديروا غير سباتول وتقادوا بشي حاجة في الاخر بهذا الشكل هذا اللي تتشوفوا فيه. المهم هو لا ريزولطا هادي يجي داكشي مسرح، ما تيهمش بأي طريقة قاد حطيتي داك لاكريم ولا شي حاجة. شوفوا تبعوا معايا واحد لاسوس غادي نعطيها لكم دابا. الا حطيتوا دوك لي بودوار ديالكم من تحت الطوالين من الفوق تحطوهم عراضين، علاش؟ باش في التقطيع الفينال اللي تتقطعي وتحطي في لو بلا ديالك ولا في عند الناس ولا شي حاجه، تتكون ديك التقطيعه تيبان بلا كاين داك الفرق ما بين التحت ما بين الفوق، تجي زوينه في الشكل ديالها. صافي انا غادي نبقى نخدم بهذه الطريقه هذه بحال هكا. شوفوا دابا الطريقه باش حطيت لا كريم لتحت ماشي هي الطريقه اللي حطيت لا كريم الفوق، هادشي تيبين بلا لا كريم كيف ما حطيتيها. المهم هو النتيجه وحده هي تتبقى على ديك الساعه الكانه ديالك وشنو اللي متوفر عندك وشنو بغيتي، ولكن الا خدمتوها بالبوش تجي ساهله اكثر، ما تبقيتي تهزي وتحطي تهزي وتحطي وتتسهل عليك هذيك الحطه تجي اللي مقاده من الفوق. صافي دابا هانتوما كيف ما تتشوفوا ساليتها تيجي بهذا الشكل. هانتوما من التحت كيفاش تجي. شوفوا ما غاديش ندير من فوق دابا البودغ ديال الكاكاو بحال هكذا حتى تبرد لينا مزيان مزيان على قبل ما يفزكش لينا ويبان مندي، فهمتوا كيفاش؟ دابا غادي ندخلوها الثلاجه. انا نخشيها غير لتحت لحقاش باقي غنمشي نقضي واحد الغرض. البنات خليت هذيك تيراميسو تبرد وداكشي كامل. مهم شوفوا انا دابا غادي نمشي نجيب الزربيه، عيطوا عليا مع الصباح قالوا لي بلا الزربيه ديالك راه زعما صافي جبناها من السطوك وداكشي كامل. انا دابا غادي نمشي نجيب الزربيه، عرفتي خديت واحد الزربيه بحال الحرير هكا دايره رطبه. المهم غنمشي نجيبها ونفرشها معاكم وداكشي كامل. واش كنت بغيت نقول لكم شدتني الشقيقه، شدتني الشقيقه في راسي، غنمشي نشرب واحد الدولي فراسي ومرجع وانا معاك. واخا شقيقه واخا في العيا ولكن اللي فيها ما مهنينيش، عرفت هاد القضيه هي اللي فيها انا كلشي فيا دابا ديال نمشي نعس شي سيمانه، ولكن شوفوا ماشي مشكل غنعس في الليل صافي. هاد عاد نهضر مع ماما شوفي هي مسكينه بغات تبوسني حبيبه حبيبه عرفتي يا خديجه شنو غادي نقول لك؟ واخا تكوني درتي لي شي حاجه خايبه غنسامحك على وجه الشمس ناري حسي عرفتي انا احسن هديه عطيتيها لي كلا وماما ولكن شوفي حاقرة عليا انتي واخده لي بنتي ناري حتى ما نقدرش نعطيها ليك راك كحلتيها علاش فرحانه وحس لا واحد السعادة وطاقة إيجابية ديال بصح هادي شهودة شهودة حبيبة هكا عيد الو الو حبيبة ديالي توحشك عندك مصافة يا ويلي انت عندك الطلبات قولي توحشك تنتيا يا مصافة مصاصة ايه انجيو نجيبها لك توحشتينا حبيبة ايه يلا دير لي بيزو بلاش بلاش عندي كاميرا يلا ديري كاميرا ديري كاميرا نشوفك يلا ديري كاميرا واخا يلا انا نديرها دابا عادي دابا كنداخل غنشوفو الدموع دابا عندي في كل شيء غادي يتنفخ ليا دابا غنتاكد غدا غادي يتنفخ ليا كنداخل صاحبتي الجاجه ديال التيراس محلوله دخلت فيها عرفتي حسيت بواحد الدوخة أصلا قلت لكم فيها شقيقة زعما تزيد تسجع على الله زعما باش ما دا شي حاجة بهذا مجمدة باش ما يتنفخش ليا بزاف وجهي وغدا كاع عاوتاني واحد صغيرة نارينا غنقول ليهم لي فيه زرق تنفخ ليا وجهي يمكن المهم أنا نبقى شوية بحال هكا ونرجع ليكم فرج الزربية وإلا قدرت مزيان وصافي
البنات تشوف راني فيه بدا سير تنفخ. الحمد لله صورت معكم على داك الفيديو ديال قبيله. هو هذاك غدا غتالي عندي واحد التصوير. شوفوا الضربيه راه مازال غنختيها لتحت، ما بقيتش قياس قل من هاك. خصني دابا غنقطعو القادة معكم مزيان، ولكن شوفوا غتجي زوينه البنات بعد معاناة واخيرا صاوبتها. شوفوا قهراتني باش تصاوبات. هانتوما شوف كيفاش دايره، زوينه بزاف ورطبه بحال هاد النوع ديال الزرابي. هما اللي تيعجبوني تيجيو زوينين، حتى الا هما تيفتحوا الدار عييت ما نفكر اين لون. واش ندير الخضر؟ الخضر مع الخضر يجي داك الشيء غامق. واش الحيوطه ديجا كاينين بحال من بلونكاسي، هنا كاين رخام في البلونكاسي. قلت اللون اللي غادي يجي زوين وغادي يجي مديني هو هاد اللون تا هو بلونكاسي، ومع ما كاينش كثرت المشي والمجي وداك الشيء راه ما يتوسخش. وهذا ما تيتصبنش عادي، تيتصبن في البخار، على البخار فهمتوا، تيتصبن بالساك. هذه الكلمه الصحيحه بالساك. المهم غنمشيو نشوفو التيراميسو ديالنا ونرجعو. دابا من بعد ما برد لينا هذاك التيراميسو ديالنا مزيان، الا كنتي مزروبه عليه تقدري تحطيه في الفريغو دغيا يشد راسو، كنتي ما مزروباش عليه حطيه غير في الثلاجه. هو الصراحه قد ما بقى في الثلاجه تيجي زوين بزاف. وليطاب الاخرى هي ديري البودغ ديال الكاكاو من الفوق. وواحد الحاجه مهمه كيف ما قلت لكم قبيله، ما تزيدوش البودغ ديال الكاكاو زعما كلشي تصاوبيها دقه وحده وتخشيها في الثلاجه، راه البودغ ديال الكاكاو بحال غادي يفزك وغادي يجي من الدي وغادي تضربي كلشي في الزيرو. هنايا تبقاي تخشي هذيك العيبه اللي غادي تهزي بها، وكل فاش تخشيها مسحيها باش تجي لك ديك تيراميسو نقيه في الحطه. سهل جربو خطيره.